أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاللهم إنا نسألك يا من تتولى الصالحين أن تتولى أستاذنا وأخانا وقائدنا ومعلمنا معالي الأستاذ الدكتور عيد سالم موسى رحمه الله. نسألك يا ربنا أن تتولاه، فإننا نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. أيها الإخوة الكرام، إن اللسان لينعقد ولا يستطيع أن ينطق بكلمة، فكيف يتكلم وهو ينعى الخلق العظيم والأدب الجم والتواضع الذي لمسه كل صغير وكبير؟ رحمك الله يا أستاذنا وجعل تواضعك وأدبك في صحائف حسناتك، وجعل التواضع مدافعا عنك وأنت في قبرك جهة اليمين، وحسن الخلق جهة اليسار، والإحسان إلى الفقراء والمساكين من أمامك، ورعاية الفقراء من خلفك، فأنت في قبرك يا أستاذنا محاط بما قدمته من خير، ذلك الخير الذي يشهد به الصغير والكبير، فما علم أحد نبأ وفاتك إلا وذكرك بأجمل الكلمات وأحسن الأخلاق. وها نحن نكرمك في هذه الليلة الطيبة المباركة، إنها ليست ليلة عزاء ولكنها ليلة تكريم لأستاذنا ومعلمنا وأخينا رحمه الله رحمة واسعة معالي الأستاذ الدكتور عيد سالم موسى رحمه الله رحمة واسعة. ماذا أقول بعدما فقدنا رمزا من رموز الأدب والإنسانية والأخلاق وحسن الخلق؟ حسبنا يا أستاذنا أننا سنرى في أبنائك امتدادا لك، وسنرى في أهلك امتدادا لما كنت عليه من خلق. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة، ليلة التكريم، تكريم أستاذنا ومعلمنا وأخينا الأستاذ الدكتور عيد سالم موسى رحمه الله رحمة واسعة، أكرمنا الله بشيخين عظيمين مباركين محبين لكتاب الله تعالى، وأرجو أن يعلموا أنهما كانا في قلب معالي الدكتور رحمه الله دائما ما يحدثني عن فضيلة الشيخ
محمود محمد الخشت وفضيلة الشيخ حجاج الهنداوي. ولذلك لما اتصلنا بفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لم يصدق قائلا: لقد رأيته في عزاء من قريب، هذا هو حال الدنيا، ذلك الحال الذي صوره لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الطيبون: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن الشبيبة قبل الكبر. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أستاذنا رحمه الله رحمة واسعة ليس عزيزا على ربه، فمثله مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الحق تبارك وتعالى بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. عليك يا أستاذنا رحمات من الله تبارك وتعالى، وأنت ترقد الآن بين يدي الله تبارك وتعالى تغشاك رحمته، ويغشاك حسن أدبك وخلقك. أيها الإخوة الكرام، نشكر كل من أتى إلى هنا كي يقدم لنا تكريما لأستاذنا وكي يشاركنا هذا التكريم. نعم، إنه تكريم وليس عزاء، لأن أستاذنا بيننا بأدب، بيننا بخلق، بيننا بأولاده وأهله وأسرته، بيننا بآثاره، فله في كل مكان من بلدتنا أثر يشهد عليه. وهذا المسجد الذي ترتفع مئذنتاه وكأنهما يدعوان الله بالرحمة والمغفرة له، هذا المسجد يشهد بجهوده، ويشهد بأنه حرص الحرص كله على أن يكون على غرار مسجد النور بميدان العباسية. ها هو المسجد يا أستاذنا، تركته كما أحببت، وذلك المسجد الآخر الذي في ميدان بلدتنا كان رحمه الله حريصاً على إعادة بنائه، وقد بني المسجد وأصبح شاهداً على أثر أستاذنا الأستاذ الدكتور عيد سالم موسى وأسرته وإخوانه وأهله الطيبين المباركين. ماذا أقول؟ لا أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اخلفنا في مصيبتنا واجرنا منها، فإنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، نبدأ تكريمنا هذا بهذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي، وهو من أحباب أستاذنا الأستاذ الدكتور عيد سالم موسى رحمه الله. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
هذا بيان ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتلك الأيام نداولها بين الناس أمين يا رب سيدنا يبارك فيك لكلمة يبارك فيك. وتلك وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي
يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم Yeah.
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فإذا أذن الله تبارك وتعالى فلا راد لإذنه فالأعمار بيد الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون هكذا أيها الإخوة الكرام استمتعنا معا بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة تكريم أستاذنا ومعلمنا وأخينا الأستاذ الدكتور عيد سالم موسى رحمه الله رحمة واسعة وباسم أبنائه وأهله وعشيرته فهم يتقدمون بخالص الشكر لكل من أتى إلى هنا كي يقدم هذا الواجب إنه واجب التكريم ولقد استمتعنا بآيات من الذكر الحكيم من سورة آل عمران ولقد أحسن فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت أحسن الاختيار